كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بمحافظة العقبة تأسست قبل 26 عاماً بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال في عهد مثلث الرحمات البطريرك ثيودوروس الأول. نورسات الأردن زارت المكان وأعدت التقرير التالي. وترنم بعجائبها مسرورا. في حلقة هذا الأسبوع نصل لكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في محافظة العقبة جنوب الأردن لنتعرف على تاريخ ونشأة هذه الرعية العريقة التي تخدم أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله فيك نلتقي الإداد ونستمد منه الحياة. شيدت كنيسة القديس نيقولاوس عام 1987 بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثاره، الذي منح مساحات منوعة من الأراضي لتقام عليها كنائس تخدم المسيحيين في المحافظة. عمل على بنائها ومتابعتها مثلث الرحمات غبطة البطريرك ثيودوروس الأول الذي تكفل بكافة أعمال البناء على نفقته الخاصة. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا، وهي مزينة من الداخل بأيقونات بيزنطية ذات طابع مميز. يفصل الهيكل حائط الأيقونوستاس المميز بأيقونات مراحل حياة السيد المسيح على الأرض. يعتبر القديس نيقولاوس شفيع البحارة وصيادي الأسماك والمسافرين بحرا وبرا، فسميت الكنيسة على اسمه لتحل بركته على أبناء الكنيسة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. تضم الكنيسة ما يقارب 400 عائلة أرثوذكسية ناشطين في العمل الرعوي والاجتماعي في المحافظة، كما تجاور الكنيسة مدرسة خاصة تابعة للبطريركية الأرثوذكسية لتخدم أبناء الرعية وأبناء المنطقة. الأب سميح باسيليوس مرجي سيما كاهنا عام 1992 الذي خير حينها بمكان خدمته، فاختار بكل فخر وحب أن يخدم كنيسة وأبناء محافظة العقبة المتحدين دوماً حول كنيسة الرب. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيسة ضفنا يسوع الرقيق. حدثنا الأب مرجي عن الكنيسة وعن تكملة البناء الذي ساهم به وعن نشاطها خلال الأعوام الماضية فقال: الجميل في مدينة العقبة أن مسيحيتها متحدين مع بعضهم البعض دائما، نحن نشعر أننا عائلة واحدة ورعية واحدة في كل الكنائس. كنيسة العقبة بالذات حاولت أن تجمع جميع الطوائف المسيحية مع بعضها البعض وتخليها دائما عنصر أساسي فعال في مدينة العقبة، ومن هالمنطلق أثبتنا موجودية كما يقول الكتاب المقدس: من ثمارهم تعرفونهم. أثبتنا لكل المجتمع المحلي وللجهاز الأمني وللدولة والكل أن المسيحية نحن عنصر فعال في مدينة العقبة وعنصر له قوة له فعالية. فنحن أردنيون عرب، أردنيون هاشميون،
تأسست كنيسة القديس نيقلاوس سنة 1987 عندما فوضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أراضي لجميع الطوائف المسيحية بأمر من المرحوم جلالة الملك الحسين رحمه الله. وبعدها مباشرة بدأت كل الطوائف ببناء هذه الكنائس، فبنيت لجميع الطوائف المسيحية الكنائس وظهرت على حيز الوجود وأعطت طابع حضاري مميز للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يوجد كنائس مسيحية في مدينة العقبة، علما بأنه يوجد أكثر من 400 عائلة مسيحية في مدينة العقبة من العائلات الفاعلة والعاملة والنشيطة والمثقفة والتي تتمتع بزي ما بقول بهاي كواليفيكيشن كله. أتيت في 92 لمدينة العقبة وكنت استلمت الكنيسة على القصارى، فكانت زي الفحمة السوداء، فبشرت في عمل الجبصين وعمل الدهان من تبرعات الخيرين من مدينة أهل العقبة، ولم نعتاز بأي شيء من البطركية أو المطرنية، فكان كله من جهود أهل العقبة في بداية الكنيسة. فدهنا وطرشنا وعملنا جبصين وبقيت لسنة 22 سنة متتالية بدون صيانة، فارتعينا أن نعمل صيانة عامة للكنيسة وتغيير تغيير كامل للكنيسة. فهذا كان بفضل أبناء رعاية العقبة الموجودين في هذه المدينة والرعاية المسيحية كلهم كاملين. بدون محبة لا يمكن أن يكون لا طائفة ولا كنيسة ولا مجتمع محلي ولا شيء. فالمحبة زي ما بيقول بولس القديس بولس، المحبة لا تفنى، المحبة بتعمر، المحبة هي أساس كل شيء بجميع فئات المجتمع المحلي من إسلام ومسيحية وطوائف وأيا كان المنبت والأصول. نحن المحبة إذا لم تسد المحبة لن يكون مجتمع ناجح وناضج ومحترم. لقد أظهرتك أفعال الحق لرعيتك قانونا للإيمان وصورة للوداعة أيها الأب رئيس الكهنة نيقلاوس، فلذلك أحرصت بالتواضع الرفعة وبالمسكنة الغنى، فتشفع إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.